المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في قرآنيات. زينا للناس حب الشهوات. خمالك، مين اللي بيزين للناس حب الشهوات؟ الشيطان؟ زين للناس حب الشهوات فعلا. النص يقول بأن الناس يتعرضون لعملية ما من كائن ما، هو أن يزرع في قلوبهم حب الشهوات. الآية لا تحدد من هو الفاعل، ولكن المفسرون متفقون تقريبا بأن الله هو الفاعل، أن الله هو الذي يزين للناس حب الشهوات. يقول على سبيل المثال الزمخشري أن الله زين للناس حب الشهوات ابتلاء لهم، ابتلاء لهم. يعني الله اللي بيعمل كده. نعم، يعني هذه عملية اختبارية ابتلائية. وهذه العملية الاختبارية الابتلائية باجتهاد الزمخشري المفسر المعتزلي يضيف، ورغم أنه عقلاني، يضيف القول أن ما يؤكد هذا الكلام أن في لدينا أي يقول أن جعلنا على الأرض زينة لهم لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني بيسترشد بآية تانية. نعم، اعتماد على هذه الآية أن لنبلوهم أيهم أحسن عملا. يعني بما أن الله يزين الأرض بلاء للناس، وإذا من يزين حب الشهوات هنا الله ابتلاء واختبارا لماهية الناس. ف هذا المسألة إرباكية، فالله يزين حب الشهوات للناس ثم يحاسبهم على ذلك. فلهالسبب صار في اضطراب. ناس قال لا أكيد الله زين للناس مو الله، أخرون لا أكيد الإبليس، فكانوا مضطربين. فطلعت ببال واحد منهم اسمه الجبائي، شخص معتزلي، قال المعتزلة قال لابد أني الله هو اللي يزين أمور الحسنة، أما الأمور السيئة فيزينها الشيطان. يعني لا يا جماعة، نحن فهمانين غلط. ليس الله من يزين الأمور السيئة، الله يزين الأمور الحسنة والشيطان يزين الأمور الأخرى. ولكن رح أقرأ هالعبارة مشان تعرفي الموضوع كيف تشوش. بيقول أحد رد عليه بقول لا مستحيل، الله فقط هو الذي يزين كل شيء. لأنه لو كان المزين هو الشيطان، إن لو كان الشيطان الذي هو يزين حب الشهوات للناس، فمن الذي زين الكفر والبدع للشيطان؟ طيب إذا فهون صار نرجع بقى للأصل. أصل. فإذا صار عندنا مشكلة من ندور على حدا تاني نرجع لحدا الثالث، فنحن عندنا مشكلة لا يحل غير بإني نقول أن الله هو الذي يزين حب الشهوات للناس. الآية تقول صراحة أن الله يزين حب الشهوات للناس. ده رأيك النهائي؟ هذا رأي المسلمين وليس رأيي. طيب بلاش. طيب أنا بشكرك أخي مالك. أعزائي المشاهدين، زين للناس حب الشهوات. المفسرين تقريبا كلهم تقريبا بيقولوا إن الله هو اللي بيزين حب الشهوات، مع إن ده عمل الشيطان. ولما جه واحد من المعتزلة يقول لا ده عمل الشيطان، قال طيب ومين اللي خلى الشيطان هو اللي يقع هو كمان؟ فهل ينفع إن إحنا نقول على الله بيزين حب الشهوات؟ طب وهيعاقبهم امتى؟ هيكون عادل معاهم امتى؟ هيحاسبهم امتى اذا كان هو اللي بيزين؟ ايه الفرق بينه وبين الشيطان؟ اعتقد مفيش فرق بين اله الاسلام والشيطان. انا متاسفه ان انا اقول كده، لكن نلقاكم في الحلقه القادمه من قرآنيات. Thank you.